هنا أتستبدل الأدنى بالذي هو خير يا عبد الله؟ قال الشيرازي من سلف: إن أذن المؤذن حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني مع الأموات مع أهل القبور، أي أنه لا يمنعه من المسجد إلا الموت. هناك ارتباط، ورجل قلبه معلق بالمساجد يحبها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل بعد انقضاء رمضان سنهجر المصحف؟ أدر طفل بنت الذي قرأناه واستمعنا إليه من قرائنا، كنا نقبل عليه أنا الليل وأطراف النهار نسمع آياته، هل تعود المصحف إلى أدراجه؟ هل تعود المصحف إلى رمضان القادم؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الغزو الثقافي لأمتنا الإسلامية، رحل الاستعمار بجنوده من بلاد المسلمين، رحل عن مصر وعن الجزائر وعن تونس وعن المغرب وعن كل بلاد المسلمين، لكنه لم يرحل بفكره، لم يرحل بثقافته. جرى له أسلابا في كل البلاد، نزع العربية من ألسنتنا لغة القرآن الكريم لكي لا نفهم، ثم أيضا علمنا الاستغراب وأن نحب الغرب وأن نرتمي في أحضانه وأن نقدم كل ما يقدمه لنا، حتى قال رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه خلفهم. يصدرون لنا الموديلات، وحتى قصرة الشعر شبابنا يحلق الكابوريا ثم يحلق حلقة أخرى، وإن سألته لماذا يقول: هؤلاء يفعلون، هم أجدادنا يصدرون لنا العادات والتقاليد. إن لله، أين الهوية الإسلامية؟ أين المحافظة على الصورة الإسلامية الواضحة؟ الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حياته يشارك اليهود والنصارى في شيء من عباداته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أراد أن يعلن عن الصلاة فقال صحابي: يا رسول الله، نتخذ بوقا ندق فيه؟ قال: لا. نتخذ جرسا ندقه؟ قال: لا. هذا فعل النصارى، لا أحبه. كان يبغض كل ما يفعلون وينفرد بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: اعفوا اللحى. لماذا؟ خالف اليهود والنصارى. كانوا يصلون في نعالهم، فصلى النبي في نعله عليه الصلاه والسلام. هكذا كانوا يؤخرون المغرب حتى تسامت النجوم، فامر النبي بتنفيذ الصلاه. كانوا يتسحرون في صيامهم، فامر النبي بالسحور. هكذا حتى قالوا: ان هذا الرجل لا يرى شيئا نفعله الا امر بربه عليه الصلاه والسلام. لكن الامه اليوم تقبل الايادي وتدور كما تعلمون، وانا لله وانا اليه راجعون. والنصر لهذه الامه لن ياتي الا بسنن، لن ياتي الا بسنن ارادها الله. الله له سنن. إن نصرنا الله على أعدائنا أيها الإخوة لن نحافظ على النصر كثيرا، لأننا لسنا أهلا للتمكين والنصر. النصر له رجال، النصر له رجال ضحوا وأيقنوا واعتمدوا على الله فأعطاهم الله سبحانه. إن الرماة خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بأمر واحد، فجاءت الهزيمة مخالفة أمر واحد للنبي. وأقول: كم تخالف الأمة اليوم من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتيها النصر؟ كيف يأتيها النصر وهي تخالف ليل نهار؟ لذلك أيها الأحباب، لا بد أن نواظب وأن نستمر وأن نحافظ على الطاعات. القرآن لا تهجره، لا تهجره حتى
يكون شفيعك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؟ ثم هل تنهجر الدعاء الذي هو العبادة ونهجر الصدقة ونهجر قيام الليل الذي صلينا؟ قلنا نتقوم التراويح ثم ننام ثم نأتي إلى التهجد ثم الفجر ما شاء الله. هل إذا انقضى رمضان سنعود كما كنا ننام؟ لم ننتفع بالعبادة إذا، لم تنفعنا الطاعة، لأن الله فرض علينا الصيام وبين لنا أن العبرة في الصيام والعلة لعلكم تتقون، تحققون التقوى. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمضان أن نصوم ستا من شوال لتستمر الطاعة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن العبادة لا تنقطع. صيام، صدقة، صلاة، قرآن، قيام الليل، دعاء، هكذا المسلم لا ينقطع العبادة إلا بالموت. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا انقطع العمل بالموت فقط. أما بخلاف الموت عملك مستمر، مستمر دائما، لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت. فإن جاءك ملك الموت وأنت على طاعة بعثت على الطاعة، وإن جاءك وأنت على المعصية بعثت على المعصية. كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع، فوقع من على دابته وهو محرم، فوقصته الدابة في عنقه فكسرت عنقه أمان. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في إزاره وردائه ولا تغسلوه ولا تغطوا رأسه ولا تطيبوه بالطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه مات على هذا الوضع. لا تطيبوه لأنه محرم، لا تغطوا رأسه لأنه محظور عليه أن يغطي رأسه. أرأيت إلى انتقاله إلى حد السعادة بعد الموت؟ ليس هو الفناء، ليس هو العلم كما يزعم هؤلاء، إنما هو انتقال من دار إلى دار. أيها الإخوة الأحباب الكرام، رمضان مضى وانتهى، لكننا ما زلنا على قيد هذه الحياة. لا بد أن نجتهد بالطاعة.